حطيتش تجربة مستر مانويل جوزيه قدامك. مستر مانويل جوزيه يعني واحد معشوق الجماهير في النادي الأهلي، وحقق بطولات كبيرة جدا مع النادي الأهلي. ليه تجربة مانويل جوزيه بالأخص؟ لأنه برتغالي زيه ما كانتش قدامه. مانويل جوزيه هو أسطورة. إنه مثل الملك في مجال كرة القدم. Manuel Zé told me that about the club, the big club, the bigger the fans. أنا عرفت بالتأكيد وأنا مدرب الأهلي الأجواء التي كان يدرب فيها مانويل جوزيه والجماهير العريضة التي كانت تدعمه ونوعية اللاعبين الممتازة التي كانت تلعب معه. Manuel Zé belong to story, the early story. الأهلي ومانويل جوزيه شكل قصة وأسطورة معا، لأن جوزيه ينتمي للأهلي والأهلي ينتمي لجوزيه. And early belong to the story, the Manuel Jose also. وأيضا الأهلي أسهم في قصة ورواية مانويل جوزيه.